طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. ده جلسة سريعة كده مع المشرف أحمد تبن بخصوص الألجوريزم بتاع الفيسبوك. المشكلة بتاعتنا بتاعت إنه البوستات واللايفات بتاعتنا ما بتتشاف بصورة أورجانيك. بدأنا نبحث عنها على أساس إنه الناس تستهلك الحياة النتيجة في المجموعة كده. فاليوم 29 اللي هو الأحد 29 أغسطس 2021، احمد هيقدم برزنتيشن بخصوص الموضوع ده. هيكون في نقاش على اساس انه نشوف كيف نعمل حياتنا. مرحبا بك يا باشمهندس احمد، اتفضل. مرحبا بك يا دكتور. طيب، ان شاء الله الليله هنتكلم، هنحاول نتناقش في الموضوع بتاع الفيسبوك نيوز فيد الجوريزم. وطبعا الناس اللي ما عارفه يعني شنو النيوز فيد الجوريزم بتاع فيسبوك، الفكره هنا انه يا اخي فيسبوك عندها حاليا 2.7 بليون يوزرز، تمام، للمستخدمين يعني الانترنت بتاعهم بتكون مختلفه، الحاجات اللي هم بيفضلوها مختلفه، الصفحات المتابعينها مختلفه وكده. في نفس الوقت بنلاقي مثلا يوزر واحد من ال 2.7 بليون ديل ممكن يكون عامل له لايك ل 500 صفحه، ممكن يكون عنده 5000 صديق، فيعني الجروبات المنضم فيها ممكن يكون منضم له ل 100 مجموعه. في النهاية هو عنده تايم لاين واحد المفروض البوستات دي تظهر له فيها يعني. ففيسبوك دايرة طريقة ما تقدر تختار البوستات، يعني يا بوستات بتكون مهمة لليوزر. وحاليا صح هو بيده تابع له 200 صفحة، وبيده دخل له 100 جروب، وكذلك عنده 5000 صديق. لكن في نفس الوقت برضو فيسبوك دايرة تشوف أكثر البوستات اللي هي ممكن تكون بتهم المستخدم، في نفس الوقت بتضيف له فاليو، تمام، عشان تظهر اليوم. فعشان كده فيسبوك وعملت الحاجه دي، يعني انها عندها الجوريزم للنيوز فيد. المهمه بتاعت الالجوريزم تختار البوستات المناسبه للمستخدم تظهر له في البدايه. طيب، فيسبوك عشان تصل للالجوريزم الحالي عندها في 2021، طبعا يعني مرت بمراحل كثيره جدا، يعني مرت بمراحل كثيره جدا عشان ما تصل للحاجه دي. كل سنه بيقوم بيعمل ابديت للالجوريزم، بيضيفوا حاجه، بيحذفوا حاجه. يعني الاضافه والحذف دائما بتكون لانه شنو السيجنالز او شنو الحاجات اللي نحن على اساسها نقرر انه المستخدم ده نظهر له البوست ده ولا نظهر له البوست الثاني، تمام. فاما اضافوا سيجنال جديده، اما حذفوا، اما عدلوا، غيروا في الاهميه بتاعتهم، وهكذا. يعني فهي دي الفكره بتاعت الفيسبوك نيوز فيد الجوريزم. طيب، الالجوريزم احنا نحاول نتكلم في اخر الالجوريزم موجود، يعني في هيستوري، يعني حاجات كثيره اتغيرت. احنا ممكن نتذكر من الظهور بتاع اللايك بوتونز، تمام، ظهر. بعد ذاك ثاني ظهرت الفيتشر بتاعت اللي هي انه تختار لك مجموعه من الصفحات تحطها في الفيفورتس بتاعتك على اساس انه دي تجيك منها مثلا حاجه اسمها الكلوز فريندز، برضه ظهرت. سين الكلوز فريندز دايما بوستاتهم بتجيك في البدايه. بعد ذاك تاني ظهرت الحاجات زي الفيتشر بتاعت سي فيرست، اللي هي دي انه بيكون عندك زي تقريبا سلوت فيه 30 بيج، تمام. ال 30 بيج ديل ممكن تحطهم في السلوت بتاع السي فيرست، بحيث انه دايما بوستاتهم بتجيك شنو في البدايه، وهكذا. يعني كل مره كان بيضيف فيتشر. فده الهيستوري بتاعه. احنا دايرين نتكلم في اخر ابديت للالجوريزم بتاع فيسبوك، انه بيشتغل كيف، الطريقه اللي بتشتغل بها الالجوريزم. طيب، زي ما قلنا، انت بيكون عندك عامل لايكس لمجموعه من الصفحات، او عامل فولو لمجموعه من الصفحات، كذلك عندك مجموعه من الفريندز، كذلك عندك مجموعه من الجروبس. فكل الحاجات اللي انت عامل لها محمد، انا هعمل ستريمنج في الجروب بتاع المودريتورز، كويس؟ اوكي، واصل من هنا طوالي، واصل انت، انا هعمله. طيب، فكل الحاجات، الحاجات اللي انت عامل لها فولو، وكذلك عامل لها لايك وكده، بتكون حاجه بنسميها الانفنتوري، تمام. الانفنتوري اللي هو ده، الانفنتوري ده بيكون فيه كل البوستات اللي انت المفروض تشوفها، يعني او كل الحاجات اللي انت عندك حق في انك تشوفها، تمام، سواء كان ناس عامل لهم فولو، سواء كان اصدقائك، سواء كان صفحات، سواء كان جروبس وكده. طيب، فاول مرحله بتحصل، الخوارزميه بتاعت الفيسبوك بتعمل سكورينج لكل البوستات دي. اي بوست بتاخد كل بوست وبتديه سكور معين، تمام. طيب، السكور ده بيكون بناء على شو؟ قاعد يكون بناء على سيجنالز معينه.
تمام، عشان نجي نشوف نحن السيجنال دي او اهم السيجنالز، لانه فيسبوك قاعد يتكلم عن انه يا الله عنده اكثر من 1000 سيجنال على اساس انه بيحدد دول الحاجه دي، يعني ما حاجه بسيطه تمام. لكن في حاجات مهمه في السيجنالز دي، يعني انا مثلا زي نوع البوست تمام، زي علاقتك مع الزول اللي هو حاليا منزل البوست تمام، انت اصلا قاعد تفضل اي انواع من البوستات، مهمه السيجنالز كثيره جدا. فالفكره انه هنا في المرحله الاولى يحصل سكورينج للبوستات، للبوستات حقتك المفروض تشوفها دي كلها بشكل معين. طيب بعد نخلص المرحله بتاعت السكورينج تمام، بعد خلصنا المرحله بتاعت السكورينج بنيجي للمرحله الثانيه، انه بعد ده الخوارزميه بتاعت فيسبوك بتشوف البوستات اللي اخذت اقل سكور، السكور بتاعها هو قليل، بتكون بتعمل لها ديسكارد، بتعمل لها ديسكارد تماما يعني. طيب في نفس اللحظه اللي هي عشان تشوف البوستات اللي اصلا السكور بتاعها قليل، عند فيسبوك خصوصا في الفتره الاخيره بقت تركز على بعض انواع البوستات وبتقوم تديها تلقائيا شنو؟ لو سكور. طيب امثله الحاجات دي اللي هي الكليك بيت، اللي هي البوستات اللي شنو؟ اللي بتكون عندها عناوين جذابه في حال بس انك تقرا البوست ولا انك تضغط على البوست ولا انك تعمل لايك ولا كده. دي فيسبوك بيكتشفها تلقائيا، وتلقائيا بيديها شنو؟ سكور ضعيف جدا. الحاجه الثانيه خصوصا من 2020 و2021 خصوصا الفتره بتاعت الانتخابات الامريكيه وكده، فيسبوك بقى ما بيتساهل مع المس انفورميشن خالص. المعلومات المضلله بقى ما بيتعامل معها، تلقائيا بيقوم بيديها شنو؟ لو سكور. تمام؟ الحاجات بتاعت ال بتاعت ال الرومرز الاشاعات، الرومرز الاشاعات الاخبار المانيبيليشن كده، ايوه بالضبط، دي طوالي بيقوم بيديها لو، يعني اي حاجه بالشكل ده طوالي بيقوم بيديها شنو؟ لو سكور. طيب بعد ده ثاني برضو المحتويات اللي هي بالنسبه للمستخدم، خلينا نتكلم عن المستخدم اصلا قبل اليوم عبر انه والله انا قاعد احب المحتويات دي تمام، لانه في فيسبوك في فيتشرز مثلا زي الفيتشر اللي بتقول لك why I'm seeing this، لما تطلع على بوست يجيك اقترح له بوست ولا كده، في سؤال كده تطلع له انه ليه انا بشوف الحاجه، بس بقول لك قاعد تشوف عشان كده ولا كده، في نفس الوقت بديك خيار تقول والله انا ما مهتم بالنوع ده من البوستات تمام. فاي بوست عليه لو ضغطت على الثلاثه نقاط اللي بتكون موجوده في بدايه البوست بتلقى خيارين انه والله I'm not interested تمام، او why I'm seeing this، بياخذك الخطوات انك تقول ما مهتم. فدي في المرات الجايه طوالي اي بوستات بتكون بالشكل ده بيكون طوالي بديها لو سكور تمام، عشان ما تسهر لك. ففي دي بعض الحاجات يعني الاساسيه الرئيسيه اللي على اساسها الفيسبوك بيدي لو سكور للبوستات، وبعد ذاك في المرحله دي بيحصل ديسكارد لشنو؟ للبوستات اللي بتكون بالشكل ده، والبوستات اللي اخذت لو سكور. طيب على حسب المقال اللي نشرته فيسبوك تكلمت عن انه ادخلت المشين ليرننج للخوارزميه بتاعت فيسبوك، تكلمت عن انه هنا فيها في الجوله الاولى بتاخذ 1000 بوست من الانفنتوري بتاعك تمام؟ ال 1000 بوست دي حاليا لما تصل للمرحله دي بتعمل ستارت لتقريبا 500 بوست، يعني نص البوستات. في المرحله دي بيحصل لها شنو؟ ستارت عشان تصل لك في التايم لاين. طيب بعد ذاك بنجي للمرحله الثالثه، ودي مرحله بعد ده معقد اكثر من المرحله الثانيه، وهنا بعد ده بيجي الشغل بتاع شنو؟ اسمه شنو؟ هي الخوارزميات بتاعت النيورال نتورك تمام؟ طبعا هنا بيستخدموا خوارزميات يعني قويه جدا في النقطه دي ومعقده جدا، وعندها يعني مجموعه كبيره جدا من النتس، على اساس انه لانه كيفك نحن قلنا في سيجنالز معينه الفيسبوك بيشتغل بها للبوستات دي، يعني اللي هو التايب بتاع البوست، العلاقه بتاعت بين المستخدم وبين الزول الثاني نشر البوست والحاجات الكثيره دي. فبعد ده بتكون في سكورز كثيره، يعني في سكورز كثيره في المرحله دي. فيسبوك بيحاول يدي اي بوست بسكور واحد بس تمام، سنجل سكور تمام. يعني اذا كان قبل طلعني اني والله العلاقه بتاعت المستخدم مع الزول ده مثلا اديناه 90%، النوع بتاع البوست والله 80%، ان الزول ده قاعد يحب النوع ده البوست، هكذا. في المرحله دي بيحاول يجمع بين الحاجات دي عن طريق الشبكات العصبيه والهيستوري بتاع الزول، لان هنا في ماشين ليرنينج انه الله قاعد يحب شنو ما قاعد يحب شنو، بيحاول يجمع الكلام ده كله شنو؟ سنجل سكور تمام. في نفس الوقت برضه بيخلي الموضوع هنا بيرسونلايز شديد على حسب الحاجات بتاعت المستخدم اللي بيحبها شنو. فدي المرحله بيقوم بيطبق الحاجات اللي بيحبها المستخدم على اساس انه يطلع له شنو؟
بوستات فيري بيرسونالايزد. ودي المرحله الثالثه. بعد ذاك المرحله الرابعه والاخيره بعد ده هنا في يعني اللي هو فيسبوك هم بيسموا الحاجه دي اللي هو الكونتكست او الكونتكستوال تيست، على اساس انه لانه مثلا فلنفترض مثال انه والله الفيسبوك عمل الخطوات الثلاثه دي في النهايه طلع له مثلا بحكايه بتاعت 500 مثلا بوست ولا كده، والبوستات دي اللي هم اخذين سكور على اعلى 100 بوست كانوا كلهم عباره عن بوستات تكست، يعني كلام كاتب كاتبين كلام. فانك تظهر لي انا قاعد الصفحه فيسبوك 100 بوست بتعتقد ده بالنسبه لي مشكله، المستخدم حيمل في النقطه دي. فعشان يكون في دايفرسيتي البوستات تظهر لي مره فيديو بعد ذاك ثاني صورتين ورا بعض بعد ذاك ثاني تكست بعد ذاك ثاني سيرفي ولا كده، عشان يكون في التنوع والحاجه تكون يعني في المحترمه للمستخدم يستمتع وما يميل. هنا بعد ده بيحصل شنو؟ في مجموعه من الرولز، مجموعه من الحاجات اللي فيسبوك بيطبقها على البوستات اللي طلعت من المراحل الثلاثه اللي فوق عشان يدين شنو؟ عشان يظهر لي يكون في دايفرسيتي وتكون في حاجه بالنسبه للمستخدم توفر له جود يوزر اكسبيرينس. تمام؟ دي الخطوات الاربعه اللي بتعمل الخوارزميه بتاعت فيسبوك على اساس انه تطلع لك البوستات شنو؟ في التايم لاين. تمام؟ فدي انه كيف الخوارزميه بتشتغل. ممتاز جدا جدا، ممتاز جدا جدا، يعني هي في النهايه بتعمل لها يعني ريكومنديشن واحد، هو ريكومندر سيستم مش كده؟ ايوه ريكومنديشن سيستم. اي في النهايه بتقوم بتطلع لها يعني زي ما بيقولوا 10 اقتراحات، ال 10 اقتراحات دي يفترض انها مصفيه زي 3-4 مرات. بالضبط كده. ممتاز، ممتاز جدا. دي الحاجه اللي بتحصل. طيب. بعد ده احنا كمان كنا في مجموعه من السيجنالز، قلنا فيسبوك طبعا هو ما مشارك كل الحاجات دي مع الكوميونتي يعني بتاع الاوبن سورس وكده. انه شنو السيجنالز اللي هو على اساسها قاعد يختار البوستات للناس وكده، لكن على مر الزمان وكده يعني نتكلم عن مجموعه من السيجنالز اللي هي القاعده تكون مؤثره اكثر يعني في اختيار البوستات وكده. فبالنسبه لنا حاليا ديل اكثر اربع سيجنالز بتاعت رانكينج على سنه يدي السكورز، احنا قلنا بيدي سكورز للبوستات. فشنو الحاجات اللي هي الاساسيه اللي قاعد يستخدمها؟ فديل اربع حاجات اساسيه. اللي هي الحاجه الاولى الريليشن شيب. تمام؟ يعني البوست اللي حاليا حظهره لك في التايم لاين او اللي انا حديله سكور علاقته شنو علاقته شنو مثلا بالمستخدم او اليوزر؟ هل البوست دي جاي من بيرسون؟ جاي من بزنس؟ جاي مثلا من وكاله بتاعت اخبار؟ جاي من شخصيه عامه؟ تمام؟ جاي من صديق؟ في نفس الوقت يعني حتى جاي لي من زول مثلا، نفتكر انه جاي مثلا مع من بابليك فيجر ولا جاي من بيرسون؟ هل المستخدم بطبع الحال قاعد يتفاعل مع الشخص ده او مع الجهه دي؟ قاعد يتفاعل طبعا بصوره كبيره، في حاجات كثيره ممكن يتفاعل، ممكن هو قاعد يعمل رياكت، سواء كان يعمل لايك، بيعمل واحد بيستخدم واحد من الرياكشنز الموجوده، قاعد ياخذ البوست بتاعه ويرسله لاصدقائه مثلا في الواتساب او في ماسنجر ولا كده، قاعد يضغط يكتب تعليق، قاعد مهم يعني الحاجات اللي بيتفاعل بها. فدي الريليشن شيب اللي هي علاقه البوست مع المستخدم شنو؟ واحده من الحاجات الاساسيه اللي على اساسها انه شنو؟ الفيسبوك بيعمل رانكينج لشنو؟ للبوست. دي الحاجه الاولى. طيب الحاجه الثانيه اللي هو النوع بتاع الكونتنت. طبيعه البوست. بس عشان نوضح يا باشمهندس انه الرانكينج سيجنالز دي هل في النهايه بتحدد منو اللي عنده سكور اعلى؟ ايوه بالضبط. يعني انه اي لو انت الرانك بتاعك السيجنال رانك بتاعك لو 10 معناها انت يفترض انه تظهر، يعني العشره دي بتجي من وين؟ بتجي من النقاط الاربعه دي الاكثر يعني تكلموا عنها اكثر. ايوه. لكن ما بالضروره وحاجات ثانيات، لكن دي الاهم اربع نقاط. بالضبط، ما بالضروره انه الاربعه دي بس هم اللي بيحددوا، يعني يعني ممكن يحصل كومبينيشن ما بين مثلا واحد من الاربعه دي مع حاجه ثاني يبقى اهم من الاربعه دي البرامج، مش كده؟ بالضبط كده، ايوه. تمام. طيب يعني نطلع من هنا زي ما قال الدكتور، كل ما الرانك بتاعك بقى اعلى كل ما انت البوست كل ما الرانك بتاع البوست بقى اعلى كل ما حيظهر في البدايه، وفي نفس الوقت كل ما واحد من الحاجات الاربعه دي اخذ رانك اعلى كل ما شنو البوست هو بيكون مؤهل انه يظهر في البدايه لليوزر. طيب لما نجي للحته بتاعت الكونتنت تايب برضه، هل هو يعني الميديا، هل البوست ده عباره عن فيديو، عباره عن صوره، عباره عن رابط، عباره عن تكست فقط ما فيه حاجه،
النظط بسيط كتير غيره، فكل الحاجات دي شنو برضه بتأثر في الجزء بتاع هل فيه التطبيق. هاشتاج؟ ما فيه هاشتاج مش كده؟ ايوه بالضبط، يعني حاجات كتيره جدا، اي حاجه اللي هي الديفرنت تايب اوف ميديا اللي انت ممكن تبوست ان فيسبوك، يعني حتى السيرفيس، حتى الاسئله، حتى الريكومنديشنز، لما تسال ريكومنديشنز كده كلها ديفرنت تايب اوف ميديا اللي انت ممكن شنو تشاركه في فيسبوك. طيب يعني حتى الان لسه ما تكلمنا انه كل ما الحاجه، يعني هل الصوره افضل، الفيديو افضل، اللينك افضل، دي حنجي له لقدام. يعني قاعد نتكلم في الحاجات اللي بتاثر، تمام. طيب بعد ذاك الحاجه الثالثه اللي هي البوبيولاريتي. تخيل معي انه البوست هو حاليا لما نزل، يعني نقول نزل لو دقيقه واحده، عشان انت ذاته يظهر لك، انت اليوزر يظهر لك، فيسبوك برضه في الريال تايم بيحاول ياخد البوست ويشوف فيه كم نفر حاليا مما نزل ويتفاعلوا معاه، تمام. يعني البوبيولاريتي وكم نفر يتفاعلوا مع البوست وكم نفر عملوا لايك وكم نفر عملوا شير بيأثر على انه البوست يظهر لك ولا لا، تمام. فالبوبيولاريتي بتاعت البوست وكم زول اخذ ورسل للزول في الماسنجر ولا عمل له شير ولا كده، كل الحاجات دي شنو بتأثر على اسمه شنو. كم زول شاف البوست كده بص خطه مشى معاه ما يتفاعل معاه، ولا وقف عنده قراءه، في زول ممكن يقراه وما يتفاعل معاه، برضه فيسبوك بيقرا الحاجه دي، تمام، بتأثر في البوست بتاعنا. طيب اخر حاجه اللي هي الحاجه الرابعه، البوست ده نزل 200، تمام، الزمن اللي نزل فيه البوست برضه، يعني البوست ده نزل هسي ولا قبيل ولا قبل ساعه ولا نازل له 3 شهور ولا شهرين ولا كده، الحاجه دي برضه شنو بتاثر في شنو في الرانكينج بتاعنا. وبطبيعه الحال البوستات كل ما بقت جديده كل ما كان شنو بتظهر لك اول. طيب في حاجة مهمة داير أقولها هنا مهمة شديد، إنه الطريقة اللي بتشتغل بها الخوارزمية بتاعت الفيسبوك والحاجات دي بتحسبها 200، يعني 200 بتحسب لك العلاقة شنو بالبوست وشنو اللحظة اللي أنت عملت فيها لوجن، عملت لوجن دي اللحظة اللي بتتم فيها الكلام ده، الكلام ده كله بيتم في الريال تايم. عشان أوريكم الضخامة بتاعت الحاجة دي والتشالنج اللي عند الناس فيسبوك، يعني أنا بعدين بحط رابط للناس اللي داير تشوف الحاجة التكنيكال حصلت كيف. الناس عندهم تشالنج كبير بالنسبه لهم، عندهم 2.7 بليون يوزرز، تمام، وهم بيعملوا الحاجه دي طبعا لالاف البوستات، هم ملايين البوستات، اذا بنتكلم عن كل المستخدمين يعني، وبيعملوا ملايين البوستات دي ل 2.7 بليون لكل يوزر بيعمل له الحاجه دي لوحده، في نفس الوقت بيعملوه في الريال تايم. انت لما تضغط فيسبوك ما حيجيب لك لودنج، والله لما تعمل لودنج يقول لك يدوب، تلقى اوريدي البوستات دي بتظهر لك طوال يعني، والحاجه دي قاعده تحصل شنو؟ ريال تايم. فعشان كده عندهم هم في الداتا سنترز بتاعهم عندهم حاجه مجموعه من الـ من الـ من الماشينز مخصصينها للشغل بتاع النيورال نتورك دي، مهمتها بس تعمل الـ الـ الكلام اللي احنا قلناه والخطوات الكثيره اللي اتكلمنا عنها قبل شويه، والكلام ده كله بيحصل شنو؟ في الريال تايم. طيب هيظهر سؤال هنا طوالي، هتقول لي طيب اذا الكلام ده بيحصل في الريال تايم وبرضه بيحصل للبوستات اللي اتنشرت في اللحظه الزول عمل فيها لوجن ولا قدام، يعني الجلسه انا حليله جيت فتحت فيسبوك الساعه 8 ودقيقه، فالكلام ده كله بيحصل للبوستات اللي اتنشرت 8 ودقيقه ولا قدام، البوستات اللي ورا ما هيحصل لها، تمام. وانا حيجيني سؤال، طيب البوستات اللي اتنشرت قبل ساعة 8 ودقيقة بيحصل لها شنو؟ اللي اتنشرت قبل 8 ودقيقة دي برضه ما بيتم انساها، لأنه دي ممكن تكون شنو؟ أنت في الجلسة بتاعتك اللي فاتت حصل لها شنو؟ حصل لها رينكينج برضه، الجلسة اللي فاتت اللي أنت قبل ما تدخل دخلت مثلا قبل 5 أيام ولا قبل يومين، فبرضه بيحصل الحياة دي، معناته البوستات اتنشرت لشنو؟ لورا. فأي بوست حصل له رينكينج في جلسة سابقة وأخذ سكور مثلا عالي ولا كده، طوالي فيسبوك بيعمل له حاجه بنسميها البامبنج، وبيجيبها بخطها مع شنو؟ مع البوستات الجديده، تمام. معناها الخوارزميه بتشتغل على البوستات اللي اتنشرت من اللحظه اللي انت عملت فيها لوجن ولا قدام، اي بوست يعني اتنشر قبل الزمن ده دوري ده معناته حصل له رانكينج المره اللي فاتت لما انت دخلت، تمام، فبيحصل له بامبنج في الـ مع البوستات الجديده. طيب نجي بعد ده، لانه يا اخي
شنو اللي بتخلي البوستات تظهر؟ شنو اللي بيخلي البوست ده يظهر لي والبوست الثاني ما يظهر لي؟ طيب لو جينا هنا بعد ده فيسبوك قاعد يتكلم على انه يا اخي داير يظهر البوستات اللي هي اللي بتضيف فاليو للمستخدم، او البوستات اللي بنقول الاول البوستات اللي بتعمل لنا شنو meaningful interactions and quality content. طيب شنو اللي بيخلي انه والله البوست ده بيكون meaningful، وشنو يخلي البوست انه والله الكواليتي بتاعته عاليه، وشنو اللي بيخلي البوست الثاني الكواليتي بتاعته ضعيفه على سنه ما يصل. طيب الكلام ده بيعني انه اذا في اكثر من شخص قاعدين يتكلموا في الكومنتات بتاعت البوست، ده معناه والله البوست ده meaningful، لانه هو عمل تريجر لكونفرزيشن بين الناس. فاي بوست بيخلي الناس تتكلم في الكومنتس، تمام، ده بيعت فيسبوك بيصنف على انه هو شنو meaningful interactions وده quality content، لانه قاد لشنو لكونفرزيشن. دي الحاجه الاولى. طيب a page responding to a person's comment on their post. انت جيت الليله في صفحه معينه نزلت بوست، انت جيت علقت على البوست ده، الصفحه جات ردت عليك باي شكل من الاشكال، والله يعتبر شنو بوست برضه شنو quality content، تمام، لانه معناه في حاجه مهمه. الزول ده مثلا ممكن يكون ده داير يشتري برودكت ولا منزل حاجه، انا جيت علقت. انا هوقف الاستريم في فيسبوك في جروب المودريترز، همشي الجروب الكبير، ما في كلام خاص صح؟ اوكي لا لا ما في، خلاص انا همشي الجروب الكبير، هوقف الاستريم في المودريترز. واصل واصل. طيب لما تكون في صفحه responding to a post او comment by واحد من المستخدمين، ده طوالي بيعتبر عباره عن شنو؟ عباره عن meaningful post. طيب الحاجه الثالثه، لما يكون في مجموعه من الناس قاعدين يعملوا كومنت، مجموعه من الناس قاعدين يعملوا كومنت على فيديو، خصوصا لو بقى لايف، ده برضه واحده من الحاجات اللي بتخلي انه البوست ده كواليتي كونتنت، لانه في ناس قاعده تتكلم، معناته الزول في اللايف ده اول حاجه اللي قاعدين الناس تشوفها في اللايف حاجه مهمه، خلت الناس تعمل كومنتنج، خلت الناس تعمل رياكت، تمام. فدي الحاجه الثالثه اللي بتوضح انه يا اخي البوست ده عباره عن شنو؟ كواليتي كونتنت. طيب بالنسبه لنا الحاجه الرابعه اللي فيسبوك برضه بيجي ينظر لها عشان يحدد انه البوست ده مينينج فول ولا لا، هل يعني مثلا بتلاقي بعد مرات بوست يتنشر، فبتلاقي زول بيشير البوست ده في الماسنجر، يرسل يعني في الماسنجر في الخاص لمجموعه من الناس، اذا الناس اللي في الماسنجر ده ضغطوا على البوست، ضغطوا على اللينك وشافوا البوست، معناها البوست ده برضه شنو؟ حاجة مهمة، لأنه أصلا إكس من الناس قيم البوست ده عن طريق إنه شاركوا في الماسنجر، بعد شاركوا في الماسنجر الزول في الماسنجر اقتنع إنه يضغط على البوست عشان يشوفه، فده برضه بيعتبر ليه شنو؟ meaningful interaction، وده عبارة عن quality content. دي الحاجة الرابعة اللي بتحدد إنه البوست ده هل هو مهم ولا لا؟ هل هو بيضيف حاجة لليوزر ولا لا؟ طيب الحاجة الخامسة، أي interaction بيحصل مع البوست وحصل مشاركته، ده برضه بيعتبر لي كواليتي كونتنت. يعني الليله في بيج او شخص في الجروب نزل بوست، والبوست ده حصل له شير، تمام، بواسطه واحد من المستخدمين او اكثر من مستخدم، ده برضه فيسبوك طوالي بيقيم على سنه ده عباره عن شنو؟ كواليتي كونتنت. فدي اهم خمس حاجات فيسبوك على اساسها بيحدد انه والله البوست ده هيكون فيه meaningful interactions وهو عباره عن quality content ولا لا. فهذا بالنسبه لنا شنو؟ الحاجات الخمسه اللي فيسبوك بيحددها عن طريقها انه دي meaningful content ولا لا. طيب بعد هنا ده دي الحاجه المهمه، دي الحاجه المهمه في الكلام ده كله، انه كيف انك كزول مثلا سواء كنت يوزر مستخدم عادي دار تنزل بوست في البروفايل بتاعك، او انت موجود في جروب ودار تنزل بوست، او انت زول بتاع بيزنس اونر او عندك صفحه بتاع بيج او بابليك فيجر ودار تنزل بوست، زي ما عرفنا انه معناته البوست اللي بتنزله ده ما معناه حيمشي، ما كل الناس حيشوفوه. يعني بنفترض ان احنا قاعدين حاليا، انا زول عندي صفحه مثلا بيج بتاع فيسبوك، سواء كان لبرودكتس او لمصنع او لشركه او بابليك فيجر ولا غيره، ودار انزل بوست، الصفحه بتاعتي دي مثلا متابعينها نفترض
10,000. طيب البوست اللي انا نزلته، البوست اكس اللي انا نزلته، هل هيشوفوه ال 10,000 ولا لا؟ بطبيعه الحال لا يمكن باي شكل من الاشكال انه يشوفوه ال 10,000. ليه؟ لانه اصلا باي ماث، باي ماث فيسبوك ما بيظهر البوست بتاعك لكل المتابعين. باي ماث فيسبوك مما بدا كان بيظهر البوستات بتاعتك لعدد معين من الناس. لو تاخذ مثال مثلا بتاع البيك، والنسبه دي اتغيرت، اتغيرت مع مرور الزمن، اتغيرت لحد ما حاليا نتكلم في اخر حاجه انه بيشوفوه 5.2 من المستخدمين، الناس اللي عاملين لك فولو. تخيل يعني فعندك 10,000 يعني ولا 1000 نفر ما حيشوفوه، لانه 1000 ده 10%، لا حيشوفوه 5.2% من الفولورز بتاعنا. طيب طيب ده كلام ممتاز جدا، لانه احنا السؤال اللي بديناه اصلا في فريق اداره الباحثين السودانيين انه ليه عدد مستخدمي العدد الاعضاء في المجموعه 720,000 عضو في مجموعه الباحثين السودانيين في الفيسبوك، لكن بيكون في لايفات شايفيننا 1000 نفر بس. ده السؤال بتاعنا الرئيسي اللي بدينا منه القصه دي، مش كده؟ طيب وانا اجيك لنقطه ثانيه كمان. ده هو شيء باي ماس انه عشان الفولورز اللي عندك والناس اللي عندك في الجروب. النقطة الثانية حتى في ال 5.2 ديل البوست بتاعك برضه لو ما حقق الميننج فول برضه النسبة دي حتقل. النسبة دي حتقل، يعني أنت أصلاً أوريدي خلاص أنت مظبط أمورك وكده، ممكن هو ده الحاجة اللي بيشوفوها. لو أنت أصلاً في حاجات كثيرة مؤثرة للحاجات حتى ممكن ما يصل 5.2. تمام؟ هذه نقاط مهمة جداً. يعني البوست بتاعي حيصل ل 5.2 من 10 يعني من الناس الموجودين على عاملين لي فولو، العامل لي فولو ده لو انا البوست بتاعي حقق المينينج فول، حدد المينينج فول. اوكي لكن حاليا نشوف في بعض التيبس هنا فيها اكاد انت ممكن تعملها تتخطى الحاجه دي. ممتاز تمام، وحنشوفها كيف تقدر تتخطى. طيب فالناس لازم تنتبه انه يا جماعه الفيسبوك هو عنده معادلات، وكذلك عنده الخوارزميه بتاعته اللي سميناها الفيسبوك نيوز فيد الجوريزم، وعنده شبكات عصبيه قويه جدا عشان تحدد انه جات بوستات تظهر للمستخدم ولا لا. طيب وقبل ما نتكلم عن التيبس بتاعتنا دي ونشرحها، دايرين نتكلم في حاجه مهمه جدا يا شباب. دي حاجه مهمه جدا 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 لازم تكون عارفها. واذا انت والله يا اخي بتتفق مع فيسبوك في الحاجه دي وانا بتتفق معاهم، لكن في النهايه دي الحقيقه، يعني دي الحقيقه بتاعت الموقع اللي انت حاليا قاعد تستخدمه او الابلكيشن اللي قاعد تستخدمه. اي سوشيال ميديا بلاتفورم، اي سوشيال ميديا بلاتفورم بيكون عندها هدف رئيسي واحد اساسي، ده الهدف الرئيسي. يعني مهما احنا حاولنا نمشي كده ولا كده، لا هدف رئيسي انه دايره المستخدم تكيب سكرولينج في الموقع بتاعه، بس دايره انت تواصل في الموقع وتتفاعل مع البوستات. ليه؟ كل ما انت قضيت زمن كثير في فيسبوك، كل ما انت تفاعلت مع البوستات، كل ما شفت اعلانات اكثر. تمام، لانه فيسبوك بالنسبه له انت حاليا يوزر قاعد تستخدم فيسبوك ما قاعد تدفع لهم ولا فلس، فكيف حتطلع قروش؟ بالنسبه له انه في ناس عندهم بيزنسز بيجي بيعلنوا في المنصه بتاعت فيسبوك، يقول مثلا والله داير لهم بوست يشوفوه 100,000 نفر. فلو انت ما قاعد في المنصه ما حتشوف الاعلانات. فيسبوك الهدف الاساسي بتاعه داير تكيب اليوزر شنو؟ انجيج. دائما المستخدم قاعد يعمل لايكات، يشوف فيديوهات، يفتح في الصور وكده، فده الهدف الرئيسي بتاع فيسبوك. طيب اذا كان ده الهدف، فكيف بعد ده فيسبوك بيتكلم عن انه كيف انا اخلي المستخدم يكون مستمر؟ فهتخلي المستخدم مستمر لو انت انا كمستخدم قاعد تبني الحياه اللي انا بحبها، الحياه اللي قاعده تفيدني، الحياه اللي بتخليني انا اكون استمر في الـ في الـ في المنصه بتاعتك. لكن فيسبوك بحد ذاته ككمباني ما قاعده تنزل البوستات، بينزلوها ناس ثانيين. فمعناها الفكره كلها بتاعت الالجوريزم لو جينا اتكلمنا من الناحيه بتاعت فيسبوك هناك، دار انه تخلي الناس اللي بينزلوا بوستات، في ناس بينزلوا بوستات سمحه وناس بينزلوا بوستات ما سمحه، في ناس بينزلوا معلومات مفيده وناس قاعدين ينزلوا معلومات مضله. فكيف انه الخوارزميه تاخذ البوستات الظابطه الجميله اللي ممكن الناس يتفاعلوا معاها تظهرها لك عشان انت تستمر في الموقع، وكيف تلبت عنك بقيه البوستات اللي انت ممكن ما تتفاعل معها. طيب ونحن دايرين نتكلم عن التيبس والحاجات شنو اللي انت ممكن تتبعها على اساس انه تخلي البوست بتاعك تمام كبيج اونر او كزول مشارك في جروب او كصاحب بتاع جروب او كزول ببليك فيجر ولا كده
انه يخلي البوستات بتاعتك تسهر للمستخدمين اكثر. اول حاجه فوكس اون سترونج ايموشنز. طيب فيسبوك قاعد يتكلم عن انه يا اخي كل ما البوست بتاعك كان قاعد يعمل تريجر لمجموعه معينه من الايموشنز، كل ما البوست بتاعك بقى ظابط، كل ما البوست بتاعك الناس بتتفاعل معاه. وطبعا اتعمل بحث في الموضوع ده، ممكن احط لكم الرابط في النهايه، على اساس انه شنو اكثر الايموشنز اللي بتظهر في البوستات وبتخلي الناس يتفاعلوا مع البوستات ويشيروا البوستات وتكون البوست ده يكون ظابط يعني. تمام؟ فطلعوا بشنو؟ بالست حاجات دي، دي اكثر حاجات يعني. تمام؟ ليه الادميريشن، الاميزمنت، الاستونشمنت، الكيوريوسيتي، الانترست وكده. كل ما البوست بتاعك يعني حرك واحده من الحاجات دي عند الناس، يعني مثلا بتكلم لك في بوست عن شخص مثلا حقق نجاحات. تمام؟ تتكلم لك عن مثلا انجاز لمجموعه من الطلاب مثلا في دوله معينه او في مدينه معينه حققوا اكومبليشمنت، الناس بتكون مبهوره. تمام؟ فبتتفاعل مع البوستات دي، ممكن تعمل لك لاف، ممكن تعمل لك الحكايه كده يعني، بتخلي البوست شنو؟ يتشير، اي زول داري يشارك مع اصدقائه الحاجه اللي حصلت دي. فالحاجات الستة دي أكثر حاجات لما يتلقوا في بوست، البوست طبعا ممكن يكون فيديو، ممكن يكون نص، ممكن يكون أي شيء، لما يلقوا الحاجات الستة دي بيقدروا يتفاعلوا مع شو؟ مع البوست بتاعك. أنت دائما معناها البوستات بتاعتك اللي هي طبعا لازم نكون مخطوط في حاجة يعني، أنت كده معناته بتقول لي يا أخي والله أنت هذا الفيسبوك ده بس إنه أنا ألقي التفاعلات، أنا أخلي الناس يهتموا، وأنت في أي مكان الحاجة اللي دار تعملها لو ما عملت الحاجات دي، لو ما خليت الناس يهتموا بالبوست بتاعك فيسبوك اصلا ما حيظهرها. يعني اي رساله انت دار توصلها للناس، اي حاجه كويسه انت دار تعملها، لو اصلا ما اتبعت التيبس وما عملت الحاجات دي، اصلا فيسبوك الالجوريزم بتاعته ما بتخلي الحاجه بتاعتك توصل للناس. دي حاجه مهمه جدا احنا لازم نركز عليها، يعني دي حاجه اي زول المفروض يعمل، ايا كان الرساله انت بتحاول توصلها في فيسبوك، سواء كانت انترتينمنت، سواء كانت اديوكيشن، سواء كانت توعيه، حاجه تثقيفيه، اي حاجه انت بتعملها. لو ما قدرت تتبع التيبس دي لانه الالجوريزم بتشتغل بحاجات معينه. تمام؟ طيب نشوف الحاجه الثانيه او التيبس نمبر 2، دائما خلي البوستات بتاعتك في حاجه تخلي الناس تتكلم في الكومنتات. دائما خلي الناس تتفاعل في الكومنتس. دائما خلي الناس تتكلم وترد على بعض في الكومنتات. يعني دائما تريجر الكونفرزيشن. يعني بس مجرد بوست تنزله الناس بتعمل لك لايك عليه، البوست ده كده السكور بتاعه هيقل شديد. يعني الخوارزميه طوالي ممكن تستبعده. تمام؟ او لو ما استبعدته تدوه شنو؟ لو سكور، لانه ده بوست ما في ناس قاعده تتفاعل، ما في ناس قاعده تتكلم، ما في تريجر للكونفرسيشن. بالنسبه للخوارزميه زي ما شفنا قلنا البوست اللي بيعمل تريجر للكونفرسيشن الناس بتتكلم في الكومنتات، هو البوست ده هيخلي كل مره الخوارزميه تظهر لعدد اكبر من الناس. طيب رقم 3، في حاجة طبعا يعني لو شفنا التو، شفنا الحاجتين دي وخصوصا الرقم 2 اللي هي انه تخلي الايدز بتاعك او سواء كنت متكلم في بيج او جروب خليت انك تخلي الناس تتكلم، انت ممكن كده طبعا بالمناسبة طوال تقع في شرك انك تحاول تكتب حاجات في البوست تحس على الناس انه يا اخي اكتب في التعليقات، يا اخي اكتبوا لي كلمه تم 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 تم، يا اخي اكتبوا لي اب ارفعوا لي البوست. فالكلمات اللي قاعده تكون بالشكل دي واحده من الحاجات بالمناسبه اللي بتخلي البوست بتاعك شنو؟ ينزل السكور بتاعك يكون متدني جدا جدا ويحصل له ديستارت من المرحله الثانيه. تمام؟ يعني في كلمات معينه الخوارزميه لما تلقاها اوريدي شنو بتدي البوست بتاعك سكور ما حيظهر للناس. تمام؟ اللي هي انت بس ده معناه انت البوست بتاعك فيسبوك بيطور انك بس والله دار الناس يتكلموا، ما احنا قلنا انت اصلا اوريدي عندك رساله دار توصلها سواء كان انترمنت سواء كان اديوكيشن سواء كان اي شيء، انت دار توصل رساله. طب الرساله دار توصلها دي بعد ذاك معاه شنو؟ انت الناس بتتكلم، لكن لو انت اصلا موضوعك يا اخي عملت لك بوست يا جماعه عمل لي اب قبل البوست، او يا جماعه ارفعوا لي البوست، او يا جماعه عمل منشن لصديقك الكده. فكل الكلمات اللي بتكون بالشكل ده يا جماعه فيسبوك تلقائيا بيديها شنو؟ لو سكور. تمام؟ اللي هي الفوت بيتنج، عمل لي لايك، عمل لي شير، عمل تاج لصديقك الفلاني،
اكتب تعليق بيتم كده، الحاجات دي كلها اوريدي شنو فيسبوك بيعملها شنو. فانت حاول شنو ما تقع في الشرك ده، على اساس انك ما تقع في الشرك ده بسبب انك انت داير 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 انتراكشنز في البوست بتاعك. طيب الحاجه الرابعه، واحده من الحاجات اللي بتجذب الناس انها تتفاعل مع البوست بتاعك وتتوقف عنده وتقرا، لانه بالمناسبه خد في بالنا انه لو الشخص فقط يتوقف في البوست بتاعك وقرا قراه حتى لو ما عمل لك لايك ولا كده، دي واحده من الحاجات اللي بترفع السكور بتاع البوست. تمام، بترفع السكور بتاع البوست، وبسبب انك وقفت قريت او في يوزر وقف قرا بيرفع السكور بتاع البوست على اساس انه يظهر لزول ثاني. تمام، واحده من الحاجات برضو في دراسه اتعملت انه يا اخي لو في بوتس، في خدت لك مقوله مثلا من شخصيه مشهوره تمام، او شلت لك مثلا قصه بتاعت زول، او كان انت منزل لك فيديو تمام، نفترض انه والله احنا منزل لنا فيديو بتاع ستيف جوبز بيتكلم، فلو اخذت واحده من المقولات اللي ستيف جوبز قالها داخل الفيديو وخطيتها كعنوان للفيديو، دي واحده من الحاجات اللي بتجذب الناس. زي ما شفنا ان احنا هنا قلنا في مجموعه من المشاعر اللي انت لو عملت لها تريجر بتخلي الناس تتفاعل مع البوست بتاعك، من ضمن اللي هو الفضول. تمام، الفضول، فلو ما تخط واحده من المقولات اللي بتكون قاعده داخل الفيديو تخطها، فدي بتخلي الفضول بتاع الناس يشوفوا باقي الكلام شنو الزول ده قاعد يقول في شنو. بدل تعمل عنوان للفيديو بتاعك ممكن تاخد مقوله من اتقالت جوه الفيديو تمام، او مقوله داخل البوست الطويل، انت قاعد لك بوست طويل الزول هياخد له دقيقتين عشان يقراه، شيل واحد من الكلام المهم اللي اتقال جوه وخدته في البدايه، عداك بتخلي الفضول عند الزول انه يواصل شنو يقرا البوست بتاعك. طيب الحاجه الخامسه، الكلام ده معروف طبعا يا ابو حميد، اصلا في العمل الاعلامي يعني الناس اللي قارين صحافه واعلام بيعرفوا يختاروا الحاجات اللي بتكون مثلا تجذب الزور عشان يقرا المقال، يختاروا مثلا كم سطر كده بالمقال وكده، مش كده؟ ايوه بالضبط. نعم. طيب فيسبوك في الفتره الاخيره بقى يعني منصه ممكن تكون بتاعت فيديو في الدرجه الاولى. فيسبوك بيحب الفيديوهات شديد، لان الفيديوهات من اكثر انواع الميديا في السوشيال ميديا اللي بتخلي الناس تكيب سكرولينج. والدليل على الكلام ده انه يا اخي عمل له تاب كبير جدا في الابلكيشن بتاع فيديوز، ضغط بتدخل جوه بتلقى انفينيت لوب اوف فيديوز، يعني تقعد تتصفح فيهم ليه بكره ما بتنتهي، وبيجيب لك وليه بتقعد تتصفح فيهم؟ لانه فيسبوك قاعد بيعرفك انت داري شنو بيجيبوا لك. تمام؟ فمعناها كونك انك تنزل فيديو الفرصه بتاعت انه يا اخي فرصه انه يا اخي الناس تشوفك تتفاعل مع البوست بتاعك دي كده كبيره جدا من انك تنزل بوست عادي. تمام؟ لانه فيسبوك على حسب الالجوريزم بتاعته بيحب الفيديو، بوريك شنو كمان، بيحب اللايف فيديوز اكثر من الفيديو. تمام؟ الخوارزميه تلقائيا بتدي سكورنج لللايف فيديوز اكثر من شنو؟ من الفيديوز، وبتدي سكورنج للفيديوز اكثر من اي حاجه ثانيه. في موضوع الفيديو نتكلم برضو في حاجه محدده، فيسبوك عنده عشان مثلا حاليا ما فيديو برضو ممكن يكون فيديو وهمي يا جماعه صح؟ او ما فيه حاجه مهمه، او فيديو مضلل. فكيف فيسبوك برضو بيحدد انه الفيديو ده كويس ولا ما كويس؟ فيسبوك ده ما قاعد يدخل جوا الفيديو عشان يحدد انه كويس ولا ما كويس غالبا، يعني مع انه بيدخل بطريقه ما. لانه مثلا فيديو بيكتشف انه والله الصوت ده اذا مسروق من 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 اغنيه مثلا محفوظه بحقوق الطابع ولا كده ولا غيره، فقاعد يكتشف الحاجه دي. لكن عشان نحدد الحاجه دي عنده زي تو رولز، الرول الاولى هي ال1 مينيت وال3 مينيتس، انه لو انت نزلت فيديو في مجموعه من الناس قدروا كملوا الدقيقه الاولى كده السكور بتاع الفيديو بتاعك شنو. مثلا انت منزل لك فيديو مدته 5 دقائق او ساعه، فلو في ناس كملت الفيديو ده لحد الدقيقه الاولى كده معناه السكور بتاع الفيديو بتاعك حيرفع عالي، فحيشوفوه ناس اكثر. اذا ناس كملت 3 مينتس شافت الفيديو لمده 3 دقائق بكده السكور بتاعك شنو بيزيد اكثر، وحيشوفوه ناس اكثر. تمام. طيب والفيديوهات اللي بتتكمل لحد النهايه طبعا السكور بتاعها بيكون ما طبيعي، يعني بيرتفع شديد، احنا بنشوف قاعدين نشوف فيديوهات المشاهدات بتاعتها قاعده تكون عاليه جدا، 100,000 مشاهده ومليون مشاهده و3 مليون مشاهده.
الفيديوهات دي قاعده تكسب السكور ده، بتصل لناس يعني. انت ممكن بيجيك في، لو دخلت في الحته بتاعت الفيديوهات بيجيك فيديوهات كثيره جدا من الناس اللي انت متابعها، ولا صفحات انت متابعها ولا غيره، دي فيديوهات بس مشت لناس كثير بسبب انها اخذت سكور عالي يعني. ودي نقطه مهمه جدا يا جماعه لازم ننتبه لها، تعالين نتكلم عنها قدام، انه كيف انا قاعد اشوف حاجات من صفحات اصلا انا ما متابعها ولا عندي فيها انترست. الانترست او الحاجه المشتركه الوحيده ممكن تكون بيناتكم انه يا اخي الفيديو ده فيسبوك متاكد انك حتشوفه وانك حتستمتع به. تمام؟ طيب بعد هنا دي التيبس الكويسه جدا يعني، انه انت استخدم الستوريز. فيسبوك عامل حاجه اسمها ستوريز، طبعا موجوده في انستغرام، موجوده في موجوده في معظم يعني اللي هي التطبيقات بتاعت التواصل الاجتماعي. الحاجه الكويسه في الستوريز انها ما داخله في الخوارزميه بتاعت فيسبوك. تمام؟ يعني فيسبوك ما بيتحكم في انه والله اشوف الستوريز منه ولا ما ستوريز منه. الستوري بتاعتك ممكن يشوفوه كل المتابعين بتاعنا، اذا عندك 100,000 متابع ممكن 100,000 متابع كلهم يشوفوه. تمام؟ فبما انه ممكن ما دخل، لانه احنا قلنا في الخوارزميه بتاعت فيسبوك 5.2 اونلي من الناس اللي عاملين لك متابعه او الموجودين في او اللي عاملين لك فولو اللي كده حيشوفوا البوست بتاعك، فالستوري ممكن يشوفوه شنو؟ كل الفولورز بتاعك. ليه؟ لانه الستوري دي حاجه الزول بيعمل لها كليك وبيختار انه داير يشوفها، كل بيختار انه داير يعرضها سواء كان فيديو او سواء كان بوست عادي او كان صوره ولا كده. طيب ففي دراسه اتعملت بواسطة فيسبوك، برضو انا حشارك معاكم السلايدز، السلايد ده مرفوع حاليا على الدرايف، حطيكم الرابط تشوفوا الدراسه بالتفصيل. لقوا انه يا اخي في ثلاثة انواع من الستوريز او اربع انواع من الستوريز، دي الاكثر ستوريز الناس بتحاول شنو دائما بتكون مهتمه بهم يعني، بس انهم تشوفوا عشان يحصل كليك على الستوري بتاعك. طيب فلقوا انه 52% من الناس بيشاهدوا الستوريهات اللي بتكون سهله انه الزول يفهمها. يعني الستوري ما معقد. ستوري بسيط جدا فيه حاجه معينه الزول ممكن يفهمها بسهوله. تمام؟ 52% من الناس اللي اتعملت عليهم الدراسه ديل بيحبوا انه شنو؟ يشوفوا النوع ده من الستوريهات. بعد ده 50% من الناس دايرين يشوفوا النيو برودكتس. اذا عندك بيج مثلا عندك فيها سيرفيسز او برودكتس ولا غيره ولا بتاع، فانت دايما حاول نزل شنو البرودكتس الجديده بتاعتك في الستوريز، لانه 50% من الناس بيحبوا يشوفوا من الصفحات اللي هم متابعينها المنتجات الجديده، سواء كانت حقتك ولا منتجات يعني لكمبانيز ثانيه او مصانع ثانيه. في نفس الوقت برضه لقوا 46% من الناس دايرين يعني في الستوريز يلقوا مثلا نصائح او معلومات بتفيدهم في حياتهم يعني، سواء كان حياتهم العلميه، حياتهم العمليه، ولا الحياه مثلا الزوجيه ولا غيره. فدايرين 46% من الناس دايرين يشوفوا شنو؟ تيبس اند ادفايسز. تمام؟ ده بالنسبه للستوريز، وقلنا الستوريز الحاجه اهم حاجه بالستوريز انها شنو؟ انها ما داخله في الالجوريزم بتاعت فيسبوك بتاعت النيوز فيد، لان الستوري ما تبع النيوز فيد. فبالتالي لو عندك 100,000 ممكن 100,000 نفر يشوفوا شنو؟ الستوري بتاعتك. طيب بعد ذاك يا جماعه اللي هي النصيحه اللي بعدها، انه إذا عندك مثلا صفحة ولا غيره، أو عندك جروب ولا غيره، فالجروب بيكون في أكثر من شخص مثلا بيدير الجروب. يعني بيكون في مجموعة من المودريترز، في جروب ممكن يكون فيه 30 مودريترز، 30 مشرف، في صفحة ممكن يكون دايرين 10 أشخاص. تمام؟ إذا أنت بتتكلم عن أنك أنت شركة ولا كومباني ولا غيره، ممكن يكون عندك موظفين. ففيسبوك في الفترة الأخيرة بقى يا أخي بيظهر البوستات بتاعت الصفحات العاديه والافراد اكثر من الصفحات بتاعت البيزنس. يعني بالظاهر البوستات بتاعت البيزنسز قاعده تكون اقل. فانت دائما حاول استخدم التيم بتاعك او استخدم الامبلويز بتاعينك او استخدم المشرفين بتاعينك سواء كان في الصفحه او الجروب، بس ان هم يشيروا البوستات بتاعتك اللي انت بتنزلها. فبرضه في دراسه اتعملت، برضه لو ضغطتوا بعدين هنا على الرابط باللون الاخضر هتلقوا الرابط بتاع الدراسه الموجوده. لقوا انه يا اخي انت كبيج لما تنزل بوست او تنزل اي منشور، تمام، والمنشور ده يشاركوه الامبلويز بتاع عندك، الموظفين بتاع عندك او المشرفين اللي معاك،
الفرصه بتاعت انه يصل للناس بتزيد بنسبه 561%. لما الناس اللي معاك يعني شاركوا الحاجه دي، تعمل لها شير في صفحاتهم ولا كده، الفرصه بتاعت انه البوست بتاعك ده يصل للناس تمام اكتر بتزيد بنسبه بتاعت 561% من النسبه الاصليه. تخيل الفرق، يعني الفرق ما طبيعي. الناس مسببين يا اخي، لانه فيسبوك انت بالمناسبه ممكن تنزل بوست الناس ما بتشوفه، سبب انه اصلا انت محدود بنسبه بتاعت 5.2 بس من الناس المتابعينك حيشوفوا. فالحاجه دي تتشير بواسطه الامبلويز بتاعينك، النسبه دي بتزيد بنسبه بتاعت 561%. تمام؟ فدي حاجه كويسه يعني، كويسه جدا. ممكن يعني الحاجه بنتكلم عن انه حتى ممكن اضعاف الناس اللي عاملين لك فولو للصفحه بتاعتك. طيب زي ما ذكرنا قبل انه يا اخي فيسبوك عامل حاجه اللي هي نحن بنسميها، اي مستخدم حاليا انت لو ما عارف عارف المعلومه دي، عندك فرصه لانك تخد 30 صفحه، 30 صفحه من اللي هي البابليك بيجز، تخدها في خانه بنسميها اللي هي الفافوريتس، لانك قلت له والله ده اشوف بوستات من الناس اللي هي الميزه بتاعت السيفيرس، تمام؟ بحيث انه ديل البوستات دي تلقائيا ما بتدخل برضه في الالجوريزم، اللي هو الخوارزميه مباشره بتشيلها بتحطها في البدايه. تمام؟ لو انت وعندك الحاجه دي فيك، عندك فيها 30 خانه، يعني ممكن تحط 30 صفحه. فانت كصاحب بتاع صفحه او بيج ولا كده، حاول انه يا اخي تخلي المستخدمين بتاعينك يخطوك في واحده من الخانات دي. في 30 خانه لكل مستخدم، فمعناها في تنافس كبير. فانت كيف تخلي انه يا اخي المستخدمين يخطوك في واحده من الخانات دي؟ دائما حاول بطريقه معينه، بطريقه لطيفه برضه، ما تحاول تسيء استخدام الفيتشر دي، انك تطلب من المستخدمين يخطوك. فلما تيجي تطلب من المستخدمين انك يخطوك في الخانه بتاعت السيفرس، لازم تكون انت بتقدم حاجه، يعني لازم توريهم السبب انه ليه طلبت الحاجه دي. اما تقول لهم والله يا اخي لانه انا بقدم حاجه مفيده يا جماعه، والله انا والله بقدم لكم مثلا عروض بتنتهي بسرعه، فعشان ما تفوتكم العروض دي خطوني في الخانه بتاعت السيفرس. فانت معناها لازم تلقى سبب تخلي المستخدم يخطك شنو؟ سيفرس. الحاجه دي مهمه جدا. طيب في نقطه ثانيه برضه مهمه جدا، احنا اتكلمنا قبل انه قلنا الخوارزميه لما تشتغل لما عشان تشتغل وتعمل سكورنج للبوستات ولا كده، بتاخد البوستات اللي هي قاعده تكون شنو؟ يعني اتنشرت في وقت قريب جدا، يعني من اللحظه اللي دخل فيها المستخدم عمل لوجن يشيل البوستات دي ولا قدام. يعني البوستات اللي ورا شنو ما بيحصل لها شنو سكورينج حاليا، مع انه ممكن يحصل لها سكورينج في الجلسات اللي فاتت. فكل ما البوست بقى يتنشر في فتره قريبه، كل ما الفرصه بتاعت انه يا اخي يظهر للمستخدمين كانت اكبر. تمام؟ فمعناها انت استغل الفتره المستخدمين بتاعينك متصلين فيها حاليا، نزل البوست بتاعك. تمام؟ والحاجه دي طبعا بتكون سهله جدا لما تيجي طالع لايف. لما تيجي تطلع لايف بوريك حاليا مثلا اذا بنتكلم في الصفحات العاديه، بوريك كم نفر من اصدقائك حاليا متصلين. انت برضو حاول اختبر، نزل بوستات في اوقات مختلفه وشوف التفاعل بيتم كيف مع البوستات دي، بس انه تعرف اكثر وقت المستخدمين بتاعينك بيكونوا موجودين متى. تمام؟ طيب دي بالنسبه لشنو التيبس او الادفايسز اللي انت ممكن تستخدمها عشان تقدر تصل لشنو الحاجه اللي اتكلمنا فيها، انه اللي هي المينينج فيل انتراكشنز اند كواليتي كونتنت، اللي على اساسها فيسبوك بيظهر بوستات بتاعت ناس وما بيظهر بوستات بتاعت ناس. طيب في حاجه اللي هي دي حاجه مهمه جدا، وطبعا دي خصوصا للصفحات او البيجز والجروبس، الصفحات والجروبس، انه انت اذا كصفحه البوست بتاعك اللي بتنزله بيصل ل 5.2 من المستخدمين بتاعينك، فكيف تخلي البوست بتاعك يصل لاكثر من الرقم ده؟ يا بالحاجات اللي احنا التبس اللي قلناها. لكن في حاجه بتخليك تخلي البوستات بتاعتك يشوفوها ما بس 5.2 من الفولورز بتاعينك، ولا يشوفوها كل الفولورز بتاعينك، ممكن يشوفوها ناس اكثر من الفولورز بتاعينك باضعاف، ما بس مثلا 100% ولا 200%، ممكن 500%، 5000%. تمام؟ والحاجه دي عن تجربه، يعني انه انت دائما انت بنفسك
شير البوستات بتاعتك دي لجروبس ثانيه. يعني مثلا نزلت لك بوست بيتعلق بالتعليم، شوف اي جروب له علاقه بالتعليم بيسمح بنشر النوع ده من البوستات، انت بنفسك شير البوستات دي فيه. انت بالحاله دي ما بتكون بس مستهدف الجروب بتاعك او البيج بتاعك، انت كده مستهدف الجروب بتاعك وكل الناس المهتمين بالحاجات الموجوده في الجروب بتاعك. وانت لما تشير كثير بالشكل ده بتدي انديكيتر اصلا لفيسبوك انه الحاجه دي مهمه لانها تشيرت، تمام؟ والناس تلقائيا قاعده تتحمس وتشير الحاجات اللي بتيجي تلقى اوريدي حاليا مشيره، يعني مستخدمين من الحاجه النفسيه بتاعتهم، الناس يعني النفس بيعرفوا الحاجه دي، لما يجي يلقى البوست مثلا فيه كميه بتاعت لايكات وتفاعلات ورقية تلقائيا بتلقاهم هم بيعملوا لايك، تمام؟ لما يلقى البوست اصلا مشير اوريدي هم ذاته بيقدروا شنو؟ بيقوم بيشيروا البوست بتاعك. فانت شنو؟ شير البوست بتاعك لشنو؟ للصفحات الثانيه او للجروبات الثانيه اللي بتكون شنو؟ لا علاقه بالبوست بتاعك اللي انت نزلته. تمام؟ فدي حاجه مهمه. طيب بالنسبه لي الحاجه دي خصوصا موضوع الشيرز والتيبس دي، انا بالنسبه لي واحد من الناس في الصفحات اللي انا بديرها كذلك في الجروب بتاعنا هنا في الباحثين السودانيين، لاحظنا لانه التفاعل عموما في البيجز في الفيسبوك بين البراند للصفحات اللي هي الببليك بيجز وكذلك في الجروبات الكبيره المحترمه التفاعل قل شديد، في حين انه التفاعل زاد في صفحات في حتات ثانيه وخصوصا والبوستات بتاعت الاصدقاء وكده التفاعل فيها قاعد يكون عالي. مين بحثنا في الموضوع، شفنا الخوارزميه بتاعت فيسبوك بتشتغل كيف وكده، بعد ذاك طبقنا مجموعه كبيره جدا من الحاجات في الصفحات اللي بنديرها وكده وطلعنا لكم بالتيبس دي. ولما جربنا شفنا يعني التغيير جذري في البوستات بتاعتنا وفي التفاعل بتاعنا. كمثال انا عندي صفحه تقريبا مما بدينا التجارب فيها حاليا لينا زي اسبوعين ونص او داخلين على الاسبوع الثالث. الصفحه دي كان فيها 13000 متابع، فكانت الصفحه واقفه يعني، وصل التفاعل فيها كان ضعيف جدا يعني، تمام؟ كانت واقفه جدا يعني، ما في اصلا ما فيها شغل. طيب فقمنا طبقنا مجموعه من الحاجات ومجموعه من الاختبارات، تخيل صفحه متابعينها 13000، احنا في خلال اسبوعين اول حاجه قلنا زدنا عدد المتابعين من 13000 ل 21000 حاليا، يعني زدنا 8000 في خلال بتاع اسبوعين، صفحه صغيره يعني، ف 8000 دي حاليا الصفحات الكبيره اللي بيكون فيها 500000 متابع وكده، بعد ذلك ممكن تزيد الارقام دي، لكن صفحه مثلا فيها 13000 متابع لا يمكن باي شكل من الاشكال تصل للارقام دي، يعني تزيد 8000 متابع مثلا في اسبوعين ولا كده. طيب الحاجه الثانيه وهي دي كانت الحاجه المهمه بالنسبه لنا والحاجه الاساسيه اللي هو الريتش، انه البوستات بتاعتنا تصل للناس. فتخيل معي انه نحن قدرنا عملنا ريتش للبوستات بتاعتنا ل 562000، يعني فاهم، نص مليون، اكثر من نص مليون ده عدد الناس المستخدمين بوستات في صفحه فيها 13000 متابع. ونحن ما كنا حنقدر نصل للحاجه دي لو ما رجعنا وفهمنا الطريقه اللي بتشتغل بها شنو الخوارزميه بتاعت فيسبوك. فمعناها الكي بتاع النجاح بتاعك سواء كان في الجروب او كان في البيج بتاعك او في الصفحه الرئيسيه بتاعتك عشان انك تصل لازم تفهم الخوارزميه بتاعت فيسبوك بتشتغل كيف. فممكن صح قاعد تقدم محتوى مفيد جدا، ممكن قاعد تقدم محتوى مهم جدا، بس يا باشمهندس الان انت بتتكلم على بيج صفحه، ما بتتكلم على بروفايل ولا بتتكلم على جروب، ما بتتكلم على صفحه شخصيه ولا على مجموعه، صح؟ ايوه دي اسئله دي صفحه، لكن احنا الموضوع بتاع الشيرز اللي اتكلمنا عنه اللي هنا في الخطوه اللي فاتت قلنا انه الكي بتاعك عشان تعمل هاك للالجوريزم دي انك تشير الكونتنت بتاعك للصفحات اللي بتكون مهتمه بنفس الحاجه. وهو في النهايه الالجوريزم بتاعتك دي تجبرك بشنو؟ ب 5.2 من الفولورز مثلا كبيج. الجروب برضه عنده نسبه معينه بس ما مستحضرها الان،
انت عشان تطلع من الحاجه دي، لانه مستحيل الفولورز بتاعنا يشوفوا، كل الفولورز يشوفوا الحاجه دي، لكن بطريقه ما ممكن حتى الفولورز بتاعنك دي يشوفوا الحاجه دي لما تتشير في حته ثانيه هم متابعينا. تمام؟ فالكي بتاعك انه الحاجه بتاعتك ده تتشير سواء كان منك او من الناس شنو المتابعينك. تمام؟ فدي بالنسبه لنا. وبالمناسبه البيجز السكور بتاعها اقل من الجروبس، يعني الجروبس بتقدر تصل لناس اكثر من البيجز على حسب الالجوريزم بتاع فيسبوك. تمام؟ فمعناها انت لازم تتبع الحاجات دي. اول حاجه البوست بتاعها قلنا لازم يحقق لي مينينج فول انتراكشنز، وفي نفس الوقت شنو لازم الحاجه بتاعتك دي تتشير. فدي بالنسبه لنا يعني. طيب ما عارف لو في اسئله او حاجه عند الناس او كده نحاول نجاوب عليها. والحقيقه طبعا شيرت اللايف متاخر شويه، يعني بديت اسجله هنا، ده التسجيل حيكون كله كامل متوفر في محسن السودانيين، لكن شيرته في الجروبات بما فيها السودانيز ماركترز اسوسيشن اللي هي جمعيه المسوقين السودانيين، لانه الكلام ده بيهمهم، يعني بيهمنا انه كل الناس يكون فاهمين القصه كيف. هنا بدينا اللايف ده اساسا بسؤال، ليه مجموعه الباحثين السودانيين فيها 720 الف عضو، لكن لما يكون في محاضره ولا اي سيشن ولا ورشه ولا كده اللايف بيشوفوا ناس شويه. فده اللي بدا السؤال بتاعنا من هنا، وبدينا نعمل ريسيرش، وتولى الموضوع الباشمهندس احمد تيبن وهو مشرف مجموعه الباحثين السودانيين ومبرمج ومطور، وبيدير لعدد مجموعات الاخرى، وعنده مبادره يلا نتعلم برانا وكده. فعمل البرزنتيشن، احتمال الناس يكون شافوه متاخر، لكن ان شاء الله الفيديو هنرفعه كله على اساس انه الناس تستفيد من القصه دي وتعرف تصل للجمهور بتاعك كيف. فممكن تواصل يا باشمهندس. طيب انا في حاجه ثانيه داير اقولها بالنسبه لنا، لان اصلا البوست يتشير مؤخر وكده. انا اصلا في البدايه هو حسب انه كان يعني ما مخططنا انه يتشير مع ناس وكده، بس انه نحن بالنسبه لنا داخليا في الجروب وكده، لكن احنا زارعين اهتمام من الناس. انا اصلا يعني ممكن نفس الحاجه دي نحن نشتغل فيها من ناحيتين، ليه ناحيه تكنيكال بالنسبه للناس التكنيكال، يعني لانه في حاجات انا حتى اتكلمت بصوره يعني عامه جدا، لكن في تفاصيل تكنيكال بتهم الناس، يعني حتى الناس المطورين الناس المبرمجين ولا كده، على اساس هم اذا في يوم من الايام شغالين في مشاريع بالشكل ده كيف انهم يقدروا يحققوا الموضوع، او كيف انه يقدروا يعملوا الجوريزم زي الالجوريزم اللي اتعملت في فيسبوك ولا كده. تمام؟ وفي نفس الوقت برضه للناس اللي هم الماركترز، لانه الحاجه دي بصوره اساسيه بتهم الماركترز اللي هم المسوقين الاونلاين، سواء كان عندك بيج ولا بتشتغل عن طريق الصفحه الشخصيه بتاعتك ولا عندك جروب بتاع فيسبوك. تمام؟ فممكن لما نجي نتكلم مع الناس ده نتكلم باللغه اللي هم يفهموها. حاولت انا حتى الان اتكلم بلغه بتاعت اي زول داير ينزل بوست يعني، لكن في تفاصيل ثانيه ممكن نحن نتطرق لها من الناحيه دي. فممكن في لايف ثاني نحن نتكلم للناس الماركترز، وفي لايف ثاني نتكلم للناس التكنيكال بالنسبه لي. طيب بعد ذاك في اختبار عملته في البيج بتاعتي. انا للاسف ما شغال على الجروبس، لكن الجروب لسه الدراسه اللي عاملها في الجروبس لسه ما خلصت. تمام؟ لكن الحاجه اللي عملتها جربت مجموعه من البوستات في الصفحه بتاعتي دي. فبالنسبه لنا الباحثين السودانيين عندنا صفحات اللي هي عندنا جروب فرعي اسمه اعلانات منح دراسيه تقريبا واعلان كورسات الباحثين السودانيين. الجروب ده انا متخصص في المنح والكورسات بتاعت الباحثين السودانيين. والجروب ده فيه تقريبا حاليا عندنا اكثر من 70,000 مشترك فيه، 74,000. وبتجينا بوستات بارقام ما طبيعيه. تمام؟ والبوستات دي بوست ممكن تلقاه حاصل له لايك واحد، بوست ممكن تلقاه فيه 10 لايكات، لانه العدد بتاع المتابعين كبير شديد ما طبيعي. تمام؟ طيب في نفس الوقت الحاجه دي عامله لنا مشكله، لانه بتجينا بوستات كثيره جدا بتاعت منح وكورسات في الجروب الرئيسي. فلما قلنا للناس والله عندنا يا اخي جروب فرعي، بيقول لنا والله هناك ما في تفاعل.
هم شايفين هنا عندنا اكثر من 700 الف متابع في الجروب الكبير، بيقول لي انا ما في تفاعل. فالمهم انا جربت بكم بوست في الجروب ده، ولقيت فعلا السبب في انه الناس ما بتتفاعل مع البوست بتاعي، لان البوست بتاعي اتكتب بطريقه اصلا ما بتخلي الناس تتفاعل معه. تمام؟ فالحاجه دي مهمه جدا. الزول لما يكون مع المصفح في الفيسبوك عشان يقرر انه والله يتابع يقرا البوست بتاعك ده ولا ما يقرا، غالبا اما لقى صوره جذبته او فيديو كان تشغيل تلقائي وجذبه، او العنوان بتاع او البدايه بس بدايه البوست بتاعتك جذبه. لو الحاجه دي في البدايه ما جذبته حيستمر طوالي، يعني ممكن يكون البوست بتاعك جميل جدا مفيد جدا، ممكن يكون كورس مجاني او منحه مثلا لحته معينه. الحاجه اللي بتكتبها في البوست في البدايه شديد هي دي اللي بتجذب، بتخلي الناس بتاع انك شنو؟ انهم يا اخي يواصلوا ولا ما يواصلوا. في حاجه ثانيه برضو، غالبا لما تشير بوست من صفحه لجروب او من جروب او من جروب لجروب ثاني، الفيسبوك تلقائيا بيقلل شنو؟ الوصول بتاع الحاجه المشيره دي للناس. فمعناه الكي بتاعك انه الكونتنت بتاعك لازم يكون شنو؟ لازم يكون لازم يكون جذاب يعني. فتخيل ده عباره عن بوست نزل لعباره عن فرصه بتاع التدريب برضه في البيج بتاعتنا، وبيج فيها 13,000، لكن شوف الريتش بتاع البوست كم؟ وصل ل 97,000 نفر، وعند الفولورز بتاعنا 97. فالطريقه اللي عرفنا انه الطريقه اللي اتكتبها هي اللي كانت خلت البوست يصل. نفس البوست جربناه بطريقه بتاعت كتابه ثانيه، يعني نزلنا التفاصيل بتاعت المنحه، كانت نزلناها كده بشكل اتكتب بصوره عاديه، البوست ما حقق اي وصول. تقريبا جاتنا فيه زي 2 لايكس ولا ما بعرف ليك شنو، وما في اي زي شارك البوست ولا كده. لكن في نفس الوقت لما اتكتب بطريقه ثانيه وتشير عن طريق الصفحه بتاعتنا في جروبات مختلفه، قدرنا وصلنا ل 97,000 ريتش لصفحه فيها 13,000. فالطريقه اللي بتكتب بها البوستات مهمه. في نفس الوقت لما تيجي تشارك بوست، شاركه في الجروبات المهتمه، يعني البوست بتاع المنحه لما جينا كتبناه شاركناه في الجروبات اللي بتهتم بالمنح فقط والكورسات. فقط في الجروبات اللي بتهتم بالمنح والكورسات، من ضمنهم كان الجروب بتاع الباحثين السودانيين المهتم بالمنح. ولو دخلت هسه يعني ما متذكر، لكن لو دخلت الجروب بتاع المنح لنفس البوست ده هتلاقي يعني اخذ تفاعلات كبيره جدا وشيرز كبيره جدا جدا، لانه الوضع الطبيعي في الجروب ده قاعد البوست بياخذ 10 لايكات، اذا اصلا اخذ لايكس يعني. تمام؟ دي الحاجه الاولى. وهكذا يعني برضه الاخبار اللي اتكتبت بعد ذاك، برضه جربنا الحكايه بتاعت المقولات، انه لما تيجي تتكلم عن واحد من الناس اللي هو مثلا عباقره ولا كده، وتجيب كلامه في بدايه البوست ولا كده، برضه نجيب ده كان برضه بوست بيتكلم عن قصه لاينشتاين، مع انها اصلا ما حقيقيه، قصه ما حقيقيه كانت تجربه يعني، لكن بس انه كيف الناس لما تلقى حاجه مثلا اسم اينشتاين ولا كده، كانت البوست اصلا فور فان يعني، فور فان. وفي نفس الوقت فيه حاجه يعني، فيه حكمه داخل البوست، فيه حكمه داخل البوست، لكن ما قصه حقيقيه حصلت. تمام؟ فبرضه كان في حاجه مهمه جدا هنا يا باشمهندس لازم تنبه لها، انك بتكون عرضه لانه يتم التبليغ عن البوست بتاعك ده انه فيك نيوز، ودي ممكن تحظرك، وبالتالي بتقلل الحظ بتاعك في انه يوصل البوست بتاعك الجاي للناس. يعني ممكن الفيسبوك نفسه يحظرك لانك انت عملت فيك نيوز، ولا ممكن زول يبلغ يقول والله دي هيت سبيتش، خطاب بتاع كراهيه ولا كده. يعني انت عملت هسه كتجربه، لكن قصدي انه الناس ما يقوم يخطوا في بالهم والله عشان نسوق نقول نجيب صوره بيل جيتس ولا اينشتاين ونكتب لنا اي كلام وهمي عشان نوصل. نعم. فعلا كلام صعب، ذكرنا النقطه دي طوالي بنفس البوست مباشره. نحن تحت في التعليقات وضحنا يعني في اول تعليق مباشره بعد ما نزلنا البوست، لانه نحن عارفين الفوزول حيقرا البوست، بعد ذاك حيجي ممكن دايركت يكتب تعليق ولا كده، فمجرد ما يلقى اول تعليق ثاني عارف انه الحاجه دي فن، كتبنا ليه انه يا اخي الحاجه دي ما حقيقيه. تمام؟ يعني وضحنا النقطه دي، انه بس الحاجه دي للحكمه الموجوده فيها، ما لسه انه القصه دي حصلت ولا لا. فالحاجه دي مهمه، انه برضه احنا لانه ذكرنا في نقطه انه قلنا يا اخي انت لو عملت فيك نيوز ده تلقائيا فيسبوك حيدي البوست بتاعك سكور حتى ضعيف، يعني زي ما قال الدكتور للمرات الجايه ان ما نستخدم شنو المعلومات المضلله ولا كده. طيب بعد ذاك المثال بتاعنا اللي هو بتاع انه يا اخي في اسمه شنو، في
في مشاعر معينه لما انت عملها تريجر عند الناس برضو بتخلي البوست بتاعك يصل. جربنا بخبر شلناه من دوله مصر، انه في مجموعه من الطلاب برضو كان عملوا لهم مشروع بتاع تخرج عباره عن ممرضه اليه روبوت، وبرضو البوست ده يعني حقق انتشار كبير جدا جدا، لانه ده خلى الناس انه شنو، الناس كانت مبهوره انه الحاجه اللي حصلت دي، يعني طلاب وفي جامعه ويعملوا اختراع مثلا لحاجه بالشكل دي، فده كان نوع من الاميزمنت. وبرضو قدرنا وصلنا لشنو 57,000 وهكذا. يعني هذه كانت الفكره بتاعتنا بتاعت التستنج، اخترنا مجموعه مختلفه من البوستات عشان نحقق بها الحاجه دي. طيب بعد ذاك في نقطه ثالثه اللي هي بالنسبه لللينكات، برضو حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا. فيسبوك قلنا الهدف الاساسي بتاعه، فيسبوك طبعا ما بيحب اللينكات نهائي، البوستات ما بيحب اللينكات نهائيا، لانه الهدف الاساسي بتاعه داير الزول تكيب سترولينج في الموقع حقه، ما عايزك تطلع من الموقع تمشي حته ثانيه، تمام؟ فتلقائيا البوستات اللي بيكون فيها اللينك فيسبوك غالبا بيحاول شنو؟ يقلل السكور بتاعه. فاذا انت عندك اي بوست فيه لينك انت محتاج تجتهد فيه شديد على اساس انه الزول يقدر شنو؟ يقدر الفيسبوك ما يستبعد البوست بتاعك. ليه؟ لانه انت لما تحط لينك مثلا لينك للموقع بتاعك ولا كده، المستخدم حيضغط احتمال يمشي خلاص يقعد هناك فتره، يعني كده انت فيسبوك فقد مستخدم، فيسبوك عايز المستخدم يقعد عشان يشوف الاعلانات. فاذا عندك طريقه انك ما تحط لينكات، يعني مثلا نتكلم عن مقاله، مثلا عندك مقاله في المدونه بتاعتك، حاول المقاله جيبها انشرها هنا فيسبوك قدر الامكان. اذا انت كنت مضطر على سنك تودي الزول يضغط على اللينك ده، انت محتاج تكتب كلام، يعني تجيب الزبده بتاعت المقاله او شيء من الزبده تحطه هنا على اساس انه الزول يضغط، لانه تلقائيا فيسبوك حيقلل لك عدد الناس اللي حيشوفوا الحاجه دي، تمام؟ فحاول دائما قلل شنو اللينكات بتاعتك. لكن برضه بنفس الطريقه، لانه الحاجات اللي كتبناها في البوستات كانت اما كانت حاجات مغريه او كانت حاجات بتقدم فاليو للمستخدمين ولا كده، فقدرنا ناخد شنو كليس كثيره. برضه عملنا يعني روابط، حطينا الروابط واستخدمنا الاحصائيات اللي هو الموقع بتاع بيتلي، بيديك احصائيات للناس اللي ضغطوا على الرابط بتاعك. فمثلا البوست الاول قدرنا وصلنا في 4,000 من ال 97,000 اللي قروا ضغطوا على الرابط. انك برضه عشان تصل لعدد ضغطات بالشكل ده برضه دي حاجه صعبه جدا يعني. فاعتقد انا لحد هنا دي الحاجات اللي عندي حتى الان. تمام، ممتاز. طبعا لكن الكلام بتاعك موجه اصلا للصفحات اكثر من الجروبس. يعني احنا الحاجه الدايرين نعمل فيها هاكينج، يعني هاكينج بمعنى انه نفهم الكود، الشفره بتاعتها شغاله كيف، بحيث انه نطلع يعني نشتغل عكسها اللي هي الجروبس. لانه الجروب الحاصل لسه حاليا ان احنا كلنا قاعدين في غرفه واحده اسمها جروب الباحثين السودانيين. في الغرفه دي في زوجي فتح الباب وقال يا اخواننا والله عندي محاضره مثلا عن الذكاء الاصطناعي، عندي محاضره عن كيف يعمل هنا. الناس الباقيين قاعدين في الغرفه ما سامعين الكلام ده ولا شايفينه، لا شايفين الزول ده لا سامعين الكلام ده، لحد ما زول يلكيزهم بهناك يعمل لك تاج ولا منشن، ولا زول يقوم يعني يشير الكلام ده، والزول ده انت عندك معاه علاقه وانتوا الاثنين عندكم اهتمام مشترك، ولا الزول ده قاعد في جروب ثاني. يعني ممكن تكون قاعد في الجروب نفسه في الغرفه نفسها وما تشوف الحاجه، لكن تشوفها مشيره في جروب ثاني عشان تعرف. الكلام ده بيحصل كثير جدا. فدي الحاجه اللي احنا دايرين نعملها، لانه احنا مينلي شغالين بالجروب ما شغالين بالبيج. لكن في المستقبل القريب برضه حنحاول ننشط البيج. فشكرا لك جزيلا يا باشمهندس احمد يعني الليله التقديم ده. يا ريت لو عملت شير برضه للارتكل، او ممكن انا اعمل له شير من هنا الارتكل اللي استردنا عليه اساسا في الموضوع ده، اللي هو كيف الفيسبوك الجوريزم شغال سنه 2021. ده المرجع بتاعنا يا اخوانا، احنا لانه ناس باحثين سودانيين وبيهمنا جدا انه الناس تعرف. احنا عندنا مشكله في الجروب انه الناس ما تشوف الحاجات، فبالتالي وفي مراجع ثانيه ممكن برضه حتى نرفع السلايد برضه، لانه في حاجات جات من حتات ثانيه برضه الناس. تمام، يا ريت تلقى الروابط بتاعتك يعني ترفعها مثلا في درايف وتحطها للناس هناك على اساس انه ترفعها في درايف وتنزل الرابط. ممكن انت لما تجي تنزل الريكورد ولا كده تقلهم عشان تنزلهم مع الريكورد. كلام ممتاز جدا جدا، ونحن نتمنى انه الناس يستفيد. ان احنا اخواننا
ناس اوبن، الباحثين السودانيين يعني منفتحين في حاجه زي دي. ممكن زول يعمل لك في دوره ويقوم يبيعها وكده وبتاع، ممكن نعمل الكلام ده، لكن ده ما الهدف بتاعنا الاساسي. الهدف الاساسي بتاعنا احنا بنستفيد الفائده الكبيره لما كل اعضاء المجموعه يكونوا واعيين وعارفين كيف يستخدموا الحياه بصوره افضل، وبالتالي ينجزوا الاعمال بتاعتهم التانيه بصوره افضل. يعني الشغال استاذ يشتغل محاضرته تصل لطلابه بصوره افضل، الشغال مسوق يتصل حاجاته بصوره افضل، الشغال بيبيع ما في مشكله. يعني احنا اللي بيهمنا كباحثين وكاساتذه وكده انه تصلكم المعلومه والناس تستهلكها بصوره افضل وتكون واعيه بها. لكن في نفس الوقت بنحذر يا اخواننا من اللي هو الحياه بتاعت التنمر والحياه بتاعت التبخيس والحياه السيئه دي، لان كده بتهدم المجتمع بتاعنا وبتخليه يمشي لقدام. كلنا بنتمنى للناس ان تكون في حياه صحيه كويسه اونلاين والناس تستفيد يعني الفائده. باشمهندس احمد تيبن والله كتر خيرك، يعني الموضوع ده جه في شورت نوتس يومين مش كده؟ هاي ما شاء الله عليك طبعا، لانك زول متمكن ومعظم الاعضاء بتوع الباحثين السودانيين والمشرفين يعني متمكنين من مجالاتهم، فالزول لو طلبهم في اي لحظه طوالي بيكونوا جاهزين. فنحن حنواصل في الاكسرسايز ده بتاع الريسيرش لحد اسهل الحاجه اللي قدمت دي، حاجه عظيمه جدا وكبيره وفيها جهد وفيها خبره، يعني عصاراتك اللي تقدمتها للناس مجال لوجه الله تعالى، فربنا يتقبل منك ويجعلها في ميزان احسناتك ان شاء الله. كتر خيرك يا باشمهندس. باذن الله زي ما ذكر الدكتور باذن الله نحن بنحاول في المرات الجايه نركز على الجروبس، لانه الحاجه دي حتى الان مينلي كانت بتتكلم عن البيجز، يعني ما تكلمنا كثير على الجروبس، لكن لانه انا بديت في الجروبس لكن لسه خلصت، عشان كده ما داير انط لي كونكلوجنز ولا كده، لانه لسه يعني انا عندي جروب حاليا شغال فيه دراسه وكده، فلسه يعني ما طلعت بكونكلوجنز على اساس انه انا اقدر اتكلم في الموضوع ده، لكن لحد ما اخلص ان شاء الله البحث بتاعي وكده بعد ذلك ممكن نشارك الناس الحاجه اللي وصلنا لها. يعني احنا ممكن برضو اسي نشارك الناس بعض الانسايتس عن الجروب بتاع الباحثين السودانيين، برضو انا ممكن اشير الشاشه عشان يعرفوا بس احنا بنتكلم. يعني الكلام ده مهم ليه؟ ليه السيمينار ده والبحث بتاعنا بنحاول نعمله انه الالجوريزم بتاع الفيسبوك بيشتغل كيف والجروبس والبيجز وكده. الكلام ده اهميته في انه اخواننا موجود داخل الجروب بتاع الباحثين دي في انسايت هنا. ده الجروب بتاعنا حاليا العدد الاعضاء بتاعونه 721508 عضو، تمام؟ ال الجروب بتاعنا ماشي بحاله تصاعديه، الكميه بتاعت طلاب وباحثين زياده قاعده هناك. الناس الاكتف يعني اكثر ناس كانوا موجودين في لحظه ما كانوا يوم 1 اغسطس 2021، لا كانوا يوم 14 يوم 13 اغسطس، في لحظه واحده في الجروب ده كان في 223210 نفر ديل في نفس اللحظه. يعني لو في بوست نزل في الوقت ده يفترض انه يتشاف بالعدد ده، لكن ما قاعد يتشاف. وشرح الباشمهندس احمد تيبن انه من العدد ده لو انت حققت الخاصيه الكامله هيشاف 5.2% فقط من العدد ده. ونحن دايرين نعرف الناس بتوع اي تي وبتوع كمبيوتر ساينس وماشين ليرننج وارتفيشال انتليجنس، دايرين نعرف ليه ان احنا ال 223 دول ما قاعد يشوفوا الكلام ده. لانه عندنا برضه مشروع بتاع اعلانات الباحثين السودانيين على اساس انه يكون دخل مادي يساهم في انشطه المجموعه. دي البوستات يا اخواننا يعني ابروفد والديكلاين والحصل بلوك، الانجيجمنت بتاع الناس، يعني الناس بتشارك في المشاركات مع البوستات تتفاعل معاه. اكثر انجيجمنت كان يوم 9 اغسطس كان 68 انجيجمنت. يا اخواننا ناس اب 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 وارفعوا لي ما اعرف شنو، ارفعوا البوست بالاستخفاء، دي ما قاعد تتحسب انجيجمنت بكل اسف. دي البوبيولار دايز بتاعتنا نحن، يوم السبت بيكون اكثر يوم يعني فيه بوبيولاريتي، بيكون في تقريبا زي يعني اكثر وقت فيو بابيولاريتي اللي هو يوم السبت الساعة 5 الساعة 12 في الليل، ده أكثر وقت الناس بتكون موجودة فيه. وطبعا نشكر المشرفين بتوع الباحثين السودانيين اللي هم شغالين يعني day and night بيساهموا في البوستات وغيره وغيره، يعني الشغل بتاع الشغل ده كتير جدا عليهم، فنشكرهم جزيلا على جهودهم التطوعية لخدمة المجتمع والوطن. فكتر خيرك يا باشمهندس احمد، فنحن حنواصل في الريسيرش بتاعنا، لو في ناس انترستد في ناس عندهم خبره ممكن ينضموا، تواصلوا مع احمد تيبن ولا مع شخصي على اساس ان الموضوع ده يتواصل لقدام. كتر خيرك يا باشمهندس. شكرا جزيلا يا دكتور.
يديكم العافية، شكرا جزيلا لكل الناس اللي اهتمت وشيرت وعملت لايك وكده، يعني يديكم العافية.